فئة البكر. صالح بن حمد بن هاملة، شعار بن هاملة على ظهر أقادير ولا غرور؟ هو قال لي البارحة غرور. اللي تليها في المركز الثاني، المركز الثاني الذيبة خالد بن إبراهيم المحمود، المركز الثالث، المركز الثالث أيها الأخوة الكرام العمانية لمحمد بن تويم الهاجري، المركز الرابع، المركز الرابع حاملة رقم 12 الخوارة شهوان بغانم الشهواني، والخامس، الخامس والأخير الكليلية لإبراهيم بن فرج بن فضالة. وعودة إلى غرور، عودة إلى غرور. يا سلام يا بن هاملة، يا سلام يا بن هاملة. وقالوا لي عنها الجماعة البارحة، وأول دخول لغرور، أول دخول. عموما مشاركة ممتازة وفعالة تقود هذا الشوط المكتظ، تقود هذا الشوط المزحوم. يا سلام يا بن هاملة، غرور لصالح بن حمد بن هاملة، شعار بن هاملة في المقدمة، شعار بن هاملة في المركز الأول. غرور، يا سلام يا غرور، يا سلام يا غرور، يا سلام. أول دخول ما شاء الله على غرور، وعلى انطلاقة غرور، وعلى شعار غرور. ولكن المركز الثاني، ثاني المراكز بدأ الغزو والدخول الذيبة خالد بن إبراهيم المحمود، ولكن غرور، ولكن غرور. يا سلام يا بن هاملة، مبروك يا بن هاملة الفوز، مبروك الفوز. يا سلام يا سلام يا غرور. ولكن السومالي الخطير الدبلوماسي خطير في المركز الثاني، ولكن غرور، غرور، غرور. صدقت يا عبد الله بن مطر، صدقت يا عبد الله بن مطر يوم قال لي راغب غرور، يوم قال لي غرور ومرشحها على فكره، مرشحها عبد الله بن مطر بن ضابط، مرشح غرور. ولكن الخطوره على غرور، الخطوره على غرور من قبل العمانيه لمحمد بن تويم الهاجري. غرور والعمانيه الموقف خطير، العمانية، العمانية وغرور، غرور والعمانية، العمانية، العمانية. تهانينا من أمصي ملك العمانية محمد بن توم الهاجري، مركز الثاني غرور لصالح بن حمد بن هاملة، ما قصرت، الله يقول الحق. غرور المركز الثالث، المركز الثالث الشاد السعيد بن محمد السومالي، المركز الرابع، رابع المراكز الذيبة لخالد بن إبراهيم المحمود، والمركز الخامس، المركز الخامس الشايقة لعبد الهادي بن حذقين.